في هذا السكري، وخاصة إنه يكون دائما أوزانهم ثقيلة. وبالنهاية في العلاج الطبيعي إحنا ممكن نقدم لهم النصائح المحددة اللي ممكن تفيدهم في بالنسبة لهم في حياتهم. طيب مرضى السكري، أول حاجة العلاج الطبيعي بالنسبة لمريض السكري بيتكون في تمارين علاجية معينة. التمارين دي بتزيد من سريان الدورة الدموية وتنظيم الكوليسترول والهيبوهيدرات في الدم، وكذلك نسبة الأكسجين في الدم. معظم المرضى اللي بيجون في العلاج الطبيعي لناس السكري بيكون يا إما في مشاكل على مستوى الأقدام في مفاصل الركبة والكاحل، بيكون في ورم في الأرجل. عموما دورنا في العلاج الطبيعي إنه يقل الألم على مستوى عظام الحوض والأرجل، ويقل الورم الحاصل أو الوزمة الموجودة في الأقدام والأرجل. في جهاز معين أو تيار كهربائي معين بيقلل من كمية الماء بين الخلايا أو قد تقليل الوزمة الموجودة في الأرجل دي، وبالتالي كل ما عملنا التمارين بصورة أفضل أو بصورة متدخلة بصورة سريعة بيصل لنا المريض بنتيجة أفضل. مثلا عندنا قدم السكري، وده مرض شائع جدا جدا اللي هي التقرحات أو أي إصابة بجروح بالنسبة للقدم للمريض بتاع السكري، بيكون في تأخر في التئام الجرح. فدورنا في العلاج الطبيعي يوجد جهاز اسمه الشوك ويف أو الموجات التصادمية، بيتعمل حوالين الجرح أو في حواف الجرح. بالنسبة لنا الجهاز ده بيزود الدورة الدموية، الدم لما يجي المنطقة المصابة بيشيل معاه الأكسجين الفيتامينات أو المواد المعينة اللي بيساعد على الالتئام، فبالتالي الجرح ده بيبدأ يقفل معانا بصورة أسرع. وكذلك بعض التمارين المعينة اللي بيسهل من جريان الدورة الدموية، وبالتالي المريض في فترة معينة هيبدأ يظهر عليه التحسن، أصلاً ما هتكون فترة قليلة داير زمن معين، فبالتالي إحنا هنقدم له الخدمة دي من ناحية العلاج الطبيعي. أغلب مرضى السكري بعد المضاعفات اللي بتحصل لهم إن مشاكل في القلب، فإحنا بنعتبرهم مرضى السكري والقلب في وقت واحد. مريض القلب نحن بالنسبة لنا دورنا أهم حاجة يكون في كيمياء غذائية معينة، قليلة الدهون، قليلة السكريات، قليلة الكربوهيدرات. بالنسبة لنا المريض يتبع الحمية الغذائية المعينة دي، وبعد ذلك يتبع التمارين العلاجية المعينة اللي بتقلل من كمية الكربوهيدرات في الجسم، وبالتالي بتزود أو تسرع الدورة الدموية وتحسن الجهاز التنفسي. فأهم حاجة أنا بنصح أي مريض قلب أو مريض سكري إنه يخصص من زمنه إن شاء الله 30 دقيقة في اليوم مشي أو تمارين بسيطة يقدر عليها المريض، بحيث إنها بتقلل من بعض المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا وتمنع بعض الحاجات اللي ممكن تحصل مثلا زي الجلطات بالنسبة لمرض القلب أو انقفال الشرايين. بعض المرضى بيجونا بعد ما تحصل المشاكل دورنا بيكون شنو؟ إنه نحاول نقلل من كمية المضاعفات اللي ممكن تحصل بتمارين معينة، يأخذ المريض كجلسات علاجية ونتابع معاه. وأنا أنصح أي مريض سكري أو قلب بالحركة ثم الحركة ثم الحركة عشان إن شاء الله يحافظ على وضعه وصحته بصورة جيدة.